تاني وتالت ورابع. مبروك لمنتخب مصر لكرة اليد للناشئين الحصول على بطولة العالم، كأس العالم في مصر كمان 6 ساعات بإذن الله، هيكون متواجد على أرض مصر مع أبطالنا المصريين الكبار الجمال اللي كلنا شرفونا امبارح في مقدونيا وقدروا ينتزعوا كأس العالم من منتخب عنيد رهيب، المنتخب الألماني، معقل من معاقل كرة اليد في العالم. خلينا نرحب بضيفنا الكبير اللي مشرفنا النهارده، هو كابتن منتخب مصر وكابتن نادي الطيران سابقا، وهو عضو لجنة المسابقات في الاتحاد الدولي، وكمان عضو لجنة ايفنت ديليجيت في الاتحاد الافريقي، وهو رئيس لجنة المنتخبات القومية بالاتحاد المصري لكرة اليد، نجمنا الكبير كابتن علاء السيد. مبروك يا كابتن علاء. الله يبارك فيك يا كابتن خالد، ومبروك لمصر كلها. وانا طبعا مش عارف اوصف شعوري ازاي، الواحد يعني مش عارف يعبر، لكن فرحة ما بعدها فرحة. فريق في بداية طريقه يوصل لقمة عنيفة بهذا الشكل، ده حاجة تسعدنا جدا وتسلك قلبنا يعني. كابتن علاء السيد، وانا ببارك لك في التليفون قلت لي كلمة مهمة هنبدأ بيها الحديث، احنا ماشيين في الاتجاه، انا مش ناسي الكلمة، قلت لك مبروك يا كابتن علاء، الف مبروك. قلت يا خالد احنا ماشيين في الاتجاه، حصل؟ ايه معنى الاتجاه؟ بص، هو طبعا ايه يعني، احنا عشان بس ايه نجيب برضو كده من نحط الخطوط الصريحه والواضحه. ايوه، احنا دايما في الهاندبول بنفكر ان احنا مطلعين، احنا طماعين في كره اليد، دايما احنا لازم نحقق بطولات، ومش بنتكلم بقى افريقيا بالنسبه لنا دي دايما بيبقى خطوه للبطولات العالميه. احنا اتربينا من ايام دكتور حسن مصطفى، وحب اقول القصة صغيره كده هنا، اتفضل. احنا اول بطوله دوليه فعليا خدنا فيها ميداليه كانت دوره البحر المتوسط سنه 90 في اليونان، مظبوط. كنا سعداء جدا، احنا كلعيبه كنا سعداء جدا. كنت انت كابتن المنتخب ده؟ كنت كابتن منتخب ساعتها، وفاكر بقى احنا ايه جايبين الديب من ديل ورجعنا. فالكلام سنه 91، ففوجئت ان محدش قابلنا في المطار خالص. فوجئت طبعا، دكتور حسن مصطفى ما قابلناش. فيعني ابديت ازعلي وبتاع، وازاي دكتور حسن مصطفى ده فوق يعني، دكتور حسن مصطفى يعني، يعني احنا بدانا ايه بدانا في اول الخط السليم، التوجه السليم بتاعنا. فوصلت رساله قلت له انتوا عملتوا ايه، انتوا خدتوا فضل ما كسبتوش. فمن ساعتها عرفت ان ايه اللي بيكسب، اللي يكسب كل حاجه المركز الثاني مش طموح. مش طموح عندك. والدكتور حسن مصطفى علمنا كده، المركز الثاني مش طموح. دايما بتبص للايه، للمنصات واعلى حاجه في المنصه. فطبعا انا بقول بس كده عشان ايه الناس تبقى عارفه ان احنا دايما تطلعنا كده، واحنا ما بنخافش من حد، بنحترم كل الفرق ونقدرها، لكن ما بنخافش يعني، ما بنخافش يعني ايه. الناس اوروبيين حتى يمكن تلاقي ايه بينهم بين بعض حتى في ايه في مراتب كده يعني، في فرق عارفه ان مثلا الالمان كعبهم عالي، الفرنساويين كعبهم عالي، لكن يجي يقول لك انا ماتش كويس معاهم بشكل حلو وكلام كده، في دايما في سقف كده للطموح. لا، احنا الحمد لله ما عندناش الحته دي في كره اليد، وبداناها زي ما قلنا اتعلمناها وشربناها وبنوصلها للي بعدينا واللي بعد اللي بعدينا. مش عارف اقولها، لكن فعلا احنا طموحنا دايما على مستوى حاجه كويسه جدا. هنقول يكون طموحه كده، لكن في نقطه مهمه جدا، اكيد ليك اصحابك في الاتحاد الدولي امبارح في مباركات كتيره جدا، جالك من اتجاهات كتيره. لا، انا ما جاليش مباركات، انا بس عشان اوضح يعني، جالك ما جاليش مباركات. انا عاوز اقول ان في غيره او في غيره عكس. طبعا. أيوة. عكس الموضوع قلب ايه، قلب يعني الاول منتخب مصر. الاول كان الناس فرحانه وبتاع، وتبعت لي ايام بطوله العالم للشباب كويس، جات لي بعض المباركات وفريق حلو وفي الناس وناس سعداء. لكن بعد كده حسيت ان محدش يعني الموضوع بدا ايه، بدا يقفشوا، بدا يزعلوا. والله بجد يعني بدا يزعلوا ان ايه، لا الموضوع مش كده، انتوا بتكسبوا فرق اوروبيه وبتكسبوها بسكور وبتكسبوا يعني، لا مش كده، في حاجه غلط بتحصل، احنا عندهم حاجه غلط او انتوا عندكم حاجه صح، يعني في حاجه مش مظبوطه. فما جاتليش مباركات خالص غير بقى من الدول الايه يعني، اقول ايطاليا، الارجنتين، بعض الدول البلقان. مش التوب، مش الطب. ما جاتليش على مباركات. المانيا ما فيش، المانيا يمكن بعتوها رسمي، لكن على المستوى الودي خالص. طب خلينا ترجع بقى بخبرتك الكبيره كابتن مصر وفي الاتحاد الدولي، حضرتك موجود في لجنه المسابقات في الاتحاد الدولي وعضو مؤثر جدا، والنهارده بتمسك منتخبات قوميه. خلينا نرجع لما رجعت مصر وبدات تفكر، كان عندك اتجاهين، المدرب الوطني
والمدرب الاجنبي. ليه فكرت في الاجنبي وليه فكرت في الوطني وعملت الميكس ازاي؟ بس احنا برضو كان عندنا كده، احنا طبعا دايما عندنا خبرات سابقه. مش بقول احنا، انا بتكلم احنا ككره يد في مصر. احنا عندنا اتحاد كان موجود في اجراءات وفي خبرات متراكمه، واحنا دايما بنستعين بالخبرات الموجوده وبنعمل لها زي تحديث او ابديت، او بنحاول نظبط مع اخر دايما الاجراءات الفنيه اللي بتحصل. يعني بيحصل تواصل بيننا كتير، وبيني وبين يعني بعض لجنتي في الاتحاد الدولي. انا اللجنه بتاعتي بيبقى فيها مثلا مدير فني الاتحاد الفرنساوي، مدير فني الاتحاد الالماني، بعض الشخصيات اللي الواحد يعتز يتكلم معاها. فبنقعد ندردش برضو في الايه، في طريق اداره الاتحاد، طريق اداره المنتخبات، الجديد في الموضوع. الجديد في الاخر كان بيقول ان يا جماعه انزلوا بالسن بقى، انزلوا بالسن، بلاش الايه، انزلوا بالسن عشان الايه، جاب الاجيال كبر، فلازم ننزل بالمستوى العمري للمدربين عشان يحصل تواصل. فرنسا غيرت كلود انيستا بديدي دينار، الاثنين كانوا مع بعض لغايه 2015، بيلعب قدام من سن صغير برضه. فالسن ده اللعيبه بقت اقرب شويه للايه، للسن الصغير، في تواصل اكتر، طرق التواصل اختلفت. فهم عملوا النقله دي، وفي نفس الوقت بقى في حاجه اسمها لايف كوتشنج. لايف كوتشنج ده بقى الايه، المدرب لازم يكون قريب للاعب عشان يعرف يوجهه مش ابويا بس، بطريقه مختلفه شويه عن طريقه سابقه. فبدا يحصل نوع من انواع تعديل السن، الاعمار السنيه شويه. ده انا بس بقولها عشان بس يبقى ايه، يبقى الدنيا واضحه. تبقى الدنيا واضحه. طيب لما فكرنا، انا طبعا تواصل معايا كابتن مؤمن صفا وكابتن هشام نصر قبل ما اجي ارجع مصر. فكان في دردشه ومطروح اسماء. احنا قلنا يا جماعه احنا القواعد عندنا، اهم قاعده عندنا دايما انطلقنا منها منتخبات الشباب والناشئين. كويس. وعندنا مثال كبير، كابتن جمال شمس الله يرحمه، رحمه الله عليه، وكان كابتن عاصم سعداني وكابتن محمد الالفي ودكتور كريم مراد، كانوا دايما هم دول. مفيش حد بقى كابتن علاء، لان عندنا يعني طبعا ايه، انا بكلم الايه، الفطاحل اللي بداوا الكونسبت اللي وضعه الدكتور حسن مصطفى. كويس. حاطط مدربين كانوا لسه لعيبه مبطلين 32 33 سنه. هم ما كانوش مدربين، ما كانوش لعيبه، عاوز اقول ان هم كانوا قوات في الملعب وشخصيات قياديه وشخصيات محبوبه. نقلتهم للناحيه التدريبيه خلت الامر سهل معاهم في قياده الفرق. كونوا الفرق اعتقد اجيال كتيره جدا، من اول جيل انا يمكن وقبليه شويه كابتن ياسر، من 64 واحنا نازلين كده في اجيال اتكونت. 64 مش عايز اقول 62 لعبت معاهم برضه، 64 و66 68 70 سبع عصر كتير يا كابتن علي، 70 و72 دول كان الاجيال الاقويه جدا اللي احنا بنينا عليهم. هم انضموا للجيل بتاعنا. مظبوط. هم دول اللي كونوا القاعده الكبيره بتاعتنا، اللي قدر تدمن ساعتها خد منهم عناصر، وبدانا ناخد خطواتنا في اتجاه العالم، تبني كره اليد المصريه العالميه. في قواعد، في قواعد يعني، في قاعده اتعملت. اللي بيعمل قواعد دي مفيش احسن من المصريين يعمل القواعد دي. هنبقى الفريق الاول ونقلته كلام كده. احنا كنا عاوزين شويه ايه، تحديث كده للفكر كره اليد. وانا بس عاوز ايه، ما اعرفش انا، ابن اخويا هشام، احمد هشام دود، الناس كلها عارفه احمد هشام. احمد هشام يمكن كان ليه تصريح كده في الايه، على الموقع الاتحاد الدولي، وقال فيها حاجه، ما احنا ماشيين بسيستم واحد بقى لنا فتره، من ساعه ما رجعنا احنا قلنا نحط مدرب، نحط معاه اثنين مدربين مصريين ينقلوا الفكر ده للمدربين اللي شغالين تحت. لازم اوقفك في نقطه، انا اسف كابتن علي قطع كلامك. ليه اخترت المدرسه الاسباني مع ان المدرسه الفرنساوي هي اللي يعتبر راكبه العالم في بطولات الناشئين وبطولات الشباب، وكان اختيارك الاساسي او اختيارك انت الشخصي كان المدرسه الاسباني؟ المدرسه الاسباني قريبه شويه في لعبها لينا بدنيا وتكتيكيا، بيستخدموا الدفاع المتقدم، وفي نفس الوقت لعيبه اذكيه جدا. الفريق الاسباني دايما لعيب ذكي، ومش محتاج القوه العضليه والبنيان الكبير قوي عشان يعمل النتائج بتاعته. بالاضافه طبعا للي كان معروف من المدربين الفرنسويين، ما كانش حاجه ايه، ما كانتش حاجه، لا اما توب ايه، يعني ما نبقى واضحين. بدراسه سريعه كده يا جماعه، المطبخ
كره اليد. انا بس انا بقولها ممكن الناس تختلف معايا. لا خالص مطبخ كره اليد النهارده خالص كتر عليا انتهى الموضوع. مطبخ كره اليد في التشامبيون ليج في دوري الابطال الاوروبي كويس. التشامبيون ليج لما في اخر 6 7 سنين هنلاقي من بيسموه في الكوارتر فاينل او الدور الثمانيه فرق الاقي 6 7 مدربين اسبان كل مره, ده يعني في حاجه مختلفه. اكيد اكيد عملوا حاجه جديده أكيد عشان يوصلوا لحاجه طبعا. شغلهم واضح جدا واثارهم واضحه جدا وانتشارهم في اوروبا بعد طبعا بص الدوري الاسباني كان رقم 2 بعد الدوري الالماني. حصل نوع من انواع الريسيشن او اللي حصل مشكله في الاقتصاد الاسباني شويه والصرف شويه قل شويه على الرياضه خصوصا في الرياضات غير كره القدم. فحصل هجره من المدربين الاسبان كويس. الهجره دي فردت في اوروبا كلها ودي النتائج الطبيعيه اللي بيحصل فيها. هنبص هنلاقي تالنت دوشيبايف في كيلسف في بولندا مع خافير سباتيه اللي كان جالنا في مصر وصل مصر فعلا وما عرفوش تاخده معاه. يعني قصه بس يعني خلص هو واحد خلص واحد موجودين الموضوع. موجودين فاسبريم في المجر وطبعا كان اعتقد برضه حتى اقول لكم ان اتواصلت مع مدرب برشلونه نفسه شافي باسكوال كلمته وكان عنده استعداد يجي بس برضه بشروط اللي هي امرن هنا ومرن احط رجلي هنا ورجلي هنا. كان ديفيد واورتيجا مجموعه كبيره جدا كلهم اسبان. وراؤول جوانزاليس انا رايي شخصي احسن اكثرهم حرفيه واكثرهم قوه راؤول جوانزاليس اللي هو اشتغل مع ديفيد واشتغل مع روبرت باروندو المدرب اللي معانا ده اقواهم. بس طبعا عرض فلكي راح بيه لباريس سان جيرمان ما اقدرش اتكلم فيه. المجموعه دي دايما بصوا انا تاجي الفتره الاخيره وبعدين نبدا ايه نشوف. اخذت المدرسه الاسباني وحطيت 2 مصريين مع المدير الفني الاسباني طبعا. يمكن اخترت برضه شباب صغير. انا بتكلم احنا بنحط بصمه عاوز شباب لسه يعني ما بقاش يعني يشوف حاجه يقدر يستوعبها معني. انا بكلم لعيبه محترفه هاني فخراني وحسين زكي لعيبه محترفه وعارفين يعني ايه شغل فني يعني ايه شغل اقدر انقل اعلم لعيبه انقل لهم خبرات. ده اللي حصل هم استوعبوا شغل ديفيد ونقلوه كل واحد منهم للفرقه اللي بيشتغل فيها معاهم وطبعا معاهم الكابتن طارق محروس اللي ادى مساحه رائعه لهاني فخراني ومجدي ابو المجد ادى مساحه رائعه لحسين زكي. الاثنين صراحه ابدعوا في استيعاب الشباب الصغير ونقل الخبرات والفكر الفني للمدرسه الاسباني اللي جوز عندنا. اعتقد الفرقه المصريه ظهرت بشكل مختلف شويه في البطوله دي. الناس كلها حست ان في الله احنا عندنا ونجات ظهر اخيرا عندنا ونجات بقالنا فتره طويله كانش عندنا ونجات يعني تلاقي النسب احنا نسب الفاست بريك او نسب الونجات ما كانتش كتير احنا طبعا طبعا بس عشان بس اوضح برضو احقاق الحق طبعا يمكن طارق محروس ليه بصمه بقاله باخد سنتين اخر سنتين ثلاثه قصه اللعب السريع الهجوم المرتد السنتره السريعه دي طارق محروس مبدع فيها طبقها في نادي الجيش وكان طبقها قبلها في نادي الاهلي. حصل لها نوع التحديث شويه وطبعا اللعيبه استوعبتها بشكل رائع وظهرت بنتيجه رائعه. طارق محروس ما خدش البرونزيه بس طارق محروس ادى اداء خلى الناس كلها يعني فعلا تلتف حول الفرقه. يمكن بس المباراه بس بتاعت فرنسا الناس كلها زعلت عارفه ان الفريق المصري كان لازم يوصل فاينل ولو وصل فاينل كان هيكسب. ليها خلفيات يا كابتن علاء مباراه فرنسا بالذات مع كابتن طارق محروس قبل ما نروح للانجاز التاريخي كان ليها خلفيات ان كان كل الاطار الفني لمنتخب فرنسا الاول نزل وجابوا لعيبه وقصه مختلفه تماما. طبعا هم اتخضوا انا عايز اقول هم اتخضوا المباراه الاولانيه. المباراه الاولانيه وصل منتخب مصر في الدقيقه اعتقد 16 17 من الشوط الثاني فرق 9 اهداف. ده احنا بنسميه اكتساح. صعب ان يبقى في فرقه تكتسح الفريق الفرنسي البطل وهيبقى كان شكلها صعب جدا. لكن طبعا هم بقى استعادوا قوتهم وفاقوا تاني وهم لعيبه عندهم خبرات واغلبيتهم لعيبه بيلعبوا في الدوري الفرنسي ومحترفين والناس شافت طبعا تاثير رقم 24 اللاعب باريس سان جيرمان المحترف بتاعهم في المباراه النهائيه لانه رجع كان عنده اصابه ورجع في المباراه النهائيه. لكن
بصفه عامه انا بقول الاداء كان اكثر من رائع من منتخب الشباب. الشباب والناشئين التصعيد وكابتن علاء السيد كان مصمم على تصعيد اللاعبين من مرحله لمرحله، كان اطار قبل كده ايا كان الموضوع، مش هنتكلم كل الاتحادات حاجه محترمه جدا، لكن اصريت على تصعيد اللاعبين من الصغارين للكبار. لازم يبقى عندنا دايما لاعبين من منتخب، يعني افكر الناس سنه 93 لما كسبنا بطوله العالم للشباب مع كابتن جمال شمس وكابتن محمد الالفي. البطوله دي كان فيه ثلاث لاعبين لعبوا اولمبياد 92 في برشلونه، كان اشرف عواض وجوهر نبيل ومحمود حسين. اللعيبه دي لعبوا كاس عالم 93 ولعبوا اولمبياد. اللعيبه دي كان ليها تاثير كبير في اعطاء الثقه لفرقتها في الاوقات الحاسمه. اشرف عواض كان بيلعب بكل اريحيه وشايف ان جيله سنه، هو راجل يعني لعب كاس عالم اكبر طبعا بيلعب البطوله دي، ونفس الكلام ده اللي حصل مع حسن قداح واحمد هشام والاخطبوط حميد وياسر سيف الدين. طبعا انا بالنسبه لي دول كان مثال، واحنا بقول يا جماعه احنا بنستعيد الخبرات بتاعتنا بنفس الطريقه ويمكن ببعض التحديث شويه، لان طبعا ما كانش في بطولات العالم للناشئين وكان الصعوبه هنا كان في انك انت القمتين في اقل من شهر والموضوع كان صعب شويه. صعب جدا. طبعا بس معانا واحد اشدت بواحد هو اللي خليك تعرفه في دوره في الجهاز الفني في منتخب 92 ومنتخب 2000. احنا صممنا ان الدكتور عمرو عصامي يطلع البطولتين لانه هيبقى متابع حاله اللاعبين اللي هيتصعدوا. ومعانا محمد شوقي، محمد شوقي من اخصائيين العلاج الطبيعي النادرين اللي انا عاوز اقول ان هو ده عالم صغير عالمي ما شاء الله عليه، يعني انا بقول ان ليه ايادي بيضاء كتيره جدا على لعيبه كتيره جدا، هو حتى لما كانش موجود في مصر. يمكن علي زين ودرع عارفين قيمته كويس. واحمد الاحمر طبعا راجل متابعهم على طول، وصعوبه الاصابات بتاعتهم هو الوحيد اللي قدر يتواصل معاهم وقدر يحل لهم مشاكلهم، وانا على المستوى الشخصي ليا طبعا تجربه رائعه معاه فاثق فيه جدا. اتفقنا على برنامج الريكفري للاربع اللاعبين دول وقلنا عشان كده خدنا قرار اتنفذ على اكمل وجه ان هم يطلعوا مع 98 فول باور ويطلعوا مع 2000 مع 2000 فول باور. على حاجه مهمه كابتن علاء السيد اتهاجم لما عمل مدربين غير متفرغين، حصل؟ حصل. انا عاوز اقول حاجه، انا بس انا عاوز اوضح نقطه يا جماعه. اتفضل. شباب والناشئين بطولات شباب والناشئين دايما بتبقى في الصيف كويس برضه عشان نبقى ايه واضحين. اغلبيه شغلهم بيبقى سريع جدا في فتره الصيف اللي هي الثلاث شهور الصيفيه اللي هي بتبقى فيها اجازات الانديه. احنا بنعمل تمرين اسبوعي وفي تنسيق كبير جدا ما بينهم. انا طماع كويس. انا مش بدور على مدرب قاعد ما بيشتغلش يعني كويس. ما نضحكش على بعض من الاخر. انا عاوز مدرب بينافس على بطولات كبيره. طارق محروس كان مدرب في النادي الاهلي بينافس على الدوري وراح الجيش بينافس على الدوري، نفس الكلام مجد ابو المجد بينافس وكان ساعتها في الزمالك وكان بينافس على الدوري. انا عاوز الناس مدربين على اعلى مستوى يشتغلوا معايا. يعني التنافس لازم يكون متواجد في المدرب طبعًا. اللي انت بتختاره جوه منتخب مصر طبعا طبعا. كابتن علاء السيد الاسئله كتيره جدا قدامنا، لكن الدعم والميزانيه الصرف وميزانيه الاتحاد المصري عشان يطلع الابطال دي اعتقد كانت ميزانيه قليله شويه. استفدنا منك جدا ان انت قدرت تعمل معسكرات بتذكره الطيران فقط والمعسكر كنت بتجيبه بحكم علاقاتك بره. بس احنا يعني برضو ايه احنا لازم يبقى عندنا يعني نوع من انواع الايه الرؤيه برضو. انا عندي بنقي بطولات ولازم ما بين الصرف وفي نفس الوقت البرستيج. انا منتخب مصر يا جماعه انا ما اروحش ادفع معسكرات يعني الا ما رحم ربي، الا لو حاجات بسيطه يعني لو دفعت قيمه المعسكر بتاعي، لكن انا لازم اتعزم. انا العب ارجع زي زمان. انا انا ليا ترند. انا المفروض يعني في اوقات بتطلب منتخبات يقول لك ادفع لي فلوس عشان اجي العبك، ادفع لي تذاكر الطياره وادفع لي فلوس. كويس. فاحنا ان شاء الله هنوصل المرحله دي ان شاء الله. انا 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 في التارجت بتاعك كده. التارجت بتاعك كده طبعا، لكن بالفتره دي انا مكتفي ان انا فقط اتواجد في بطولات بره على حساب اقامه عليهم وبطوله عليهم، وانا ادفع تذكره الطياره بتاعتي بحيث ان احتكاك يبقى يعني مقبول من الناحيه الماديه يعني. تامن العالم كبار، ثالث العالم 98، اول العالم مواليد 2000. عندنا تونس 2020 رايحين بطولة افريقيا المؤهله للتصفيات الاولمبيه، طوكيو 2020 الطموح بقى عالي جدا في
الشارع المصري بالنسبه لكره اليد. رايك ايه في البطوله اللي جايه؟ البطوله الجايه طبعا بطوله قويه جدا وفي تنافس كبير بيننا وبين تونس. انا الحمد لله بنعد اكبر عدد من اللاعبين، احنا عدينا منتخب الشباب بتاعنا اكبر اعداد ومنهم بعض الاربع لاعبين بتوع المواليد 2000 عديناهم، علشان مش بطولتهم فقط، انا بعدهم علشان يبقوا جاهزين للسنه الجايه. السنه الجايه من يناير 2020 ليناير 2021 انا عندي منافسات وعندي اعداد كبير عشان كاس العالم في مصر. التارجت بتاعي ده انا حضرت 12 لاعب من الشباب والناشئين كويس هينضموا على ال 25 لاعب الموجودين حاليا في المنتخب الاول 40. انا دول هنقي منهم افضلهم في كل منافسه وكل فتره. انا دول مش انا ما عنديش منتخب بيتقفل، انا عندي منتخبين، انا اقدر اقول دلوقتي انا عندي منتخبين ان شاء الله رب العالمين يوصلوني لاقصى طموح اقدر اوصله. انا بعد لعبتي وفي برنامج ان شاء الله اعداد كويس، وطبعا بعد اللي حصل ده عاوز اقول لكم ان في اتصالات كتيره جدا، الناس حابه تلعب مع منتخبات مصر وتشوف الدنيا ماشيه ازاي. اكيد 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 الناس في كل العالم عايزين دلوقتي يقروا منتخب مصر. احتراف اللاعبين خارج مصر شيء مهم جدا في المرحله دي. هو طبعا بس عشان نبقى واضحين، هو في ميزان ما بين الاحتراف وان انا اودي لعيبتي بره يحصل لها مشاكل فنيه وتحصل لها احباط. انا مش عاوز اجري ادور على اسامي، انا عاوز ادور على انديه اللعيبه بتاعتي تتطور فيها. انا عندي اول سنه او سنتين في حياه الاحتراف بيحصل فيها ادابتيشن، تاقلم اللاعب على النادي اللي بيلعب فيه والحياه اللي حواليه. ده مهم جدا عشان ما يحصل لهمش نكسه ويرجعوا اضعف من الاول. انا بحاول اطلعهم انديه يلعبوا فيها ويتمرنوا والمدربين عندهم ثقه فيها. انا مش بس مقابل مادي بالنسبه لي بيبقى انا بكلم نصيحه لكل لاعب، ما تبصش للمقابل المادي في اول سنتين ثلاثه لغايه ما تحط رجلك على اول الطريق اللي هتطير بيه اللي بعد كده تقدر تتكلم في ايه في فلوس كويسه بصفه عامه. سؤال مهم جدا وسريع جدا لان الاسئله خلاص وقتي بيقفل عليا، لكن مكافئات اللاعبين طلع كلام 1500 جنيه و1500 دولار. كابتن علاء السيد، اللعيبه دي كانت عندي هنا ما كلمتش على اي فلوس، كانت عايزه بس الدعم الاعلامي للناس، والنهارده اشهر الناس في مصر، هتقول ايه او شايف موضوع المكافئات ده ازاي بالنسبه للاعبين اللي انت يعتبر المسؤول عليهم؟ نبقى واضحين، المكافاه ده جزء حق اصيل. انا تعبت لعبت انا بذلت مجهود، لازم اخد مقابل مادي ومقابل معنوي الاثنين. المقابل معنوي رجال الاعمال المصريين واحنا بنتكلم في هاندبول كره القدم، اول ما بيحصل بتلاقي كل الفلوس راح كره قدم، تقول لهم ايه بصراحه يا كابتن علي؟ بقول لهم يا جماعه احنا اولادكم عملوا مجد، اللي بيحصل ده مجد في فتره بسيطه جدا. الناس كلها مهتمه في البلد والدنيا كلها مقلوبه على لعبتنا. حافظوا عليهم طبعا، حافظوا عليهم يا جماعه، ادوهم مقابل، ابسطوهم زي ما اسعدوا الناس، ابسطوهم، حاولوا تدوهم حتى تكريم معنوي. انا بتكلم تكريم معنوي ده مهم جدا بالاضافه للتكريم المادي. انا عندي لعيبه مش هتكلم على ظروفهم، لكن فعلا احنا بنتكلم ناس تعبت تاخد توصل لها مقابل التعب اللي تعبته، والكلام ده ما يزعلش، ده حياه الاحتراف كده. لان ممكن كل واحد فيهم ياخد بعضه يشوف مستقبله وما تقوليش بقى منتخب مصر، انا بتكلم عشان منتخب مصر. انا عندي كاس عالم ومحتاج اللعيبه دي تبقى في حضني، مش شرط في مصر، بره مصر حتى، لكن في حضني دايما. لما اقولها تعالى يا جماعه ما يبقاش تعبان وادفع من جيبه عشان يجي يتمرن معايا او يلعب معايا. ثلاث لاعبين هنتكلم عليهم، كل نجوم مصر، كل نجوم مصر في منتخب 2000 اكيد نجوم، لكن هكلمك على ثلاث لاعبين. عبد الرحمن حميد احسن حارس مرمى في العالم. هو في ناس بسرعه، عبد الرحمن حميد لعب اول مره شفته كان لعبنا دوره الالعاب دوره البحر المتوسط، كانت في المغرب من سنه ونص. كنا بنلعب نهائي مع فرنسا وحصل جه في اخر ثانيه كان تعادل وشاط الكوره او شاط كوره من جول للجون، واحد خدها بلوك على الدايره، حد دخلت فيه جون والبطوله خلصت. حصل له انهيار وكلام كده والناس قالت ده هيبطل. خامه رائعه، ولد ما شاء الله عليه. من اول ما شفته عرفنا ان ده مشروع حارس مرمى عالمي، بس محتاج شغل. فطبعا انا بالنسبه لي طبعا سعيد جدا، وانا من الناس اللي راعنت عليها، واعتقد الناس حست ان ده يعني بدري شويه. انا قلت لهم يا جماعه اللاعب ده سنه سنتين ان شاء الله هيلاقي فريق الاول. صعدنا في فريق 98
ودلوقتي المستوى الرائع ده زي ما قلت عشان حسن عارف. وليد حسن مطرقة 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 مصر مطرقة حسن مصر. حسن وليد ان شاء الله حسن وليد اتمنى من ربنا بس ان يعني يستمر في نفس الطريق ده. هو كان بدايته يعني طبعا في بعض المشاكل اللي في بدايه الشغل لازم تقنعه بيها وهو اقتنع وان شاء الله اقتنع راح في حته ثانيه راح في حته ثانيه خالص يعني ما شاء الله عليه راح في حته ثانيه خالص وان شاء الله رب العالمين يعني حسن وليد ممكن يبقى يعني انا ما اعرفش احد نجوم العالم طبعا. طيب مكايات رائعه خلينا بقى نروح لايه ابن الوزع عوام ابن كابتن هشام سيد رحمه الله عليه اخو حضرتك الكبير صح كده. كابتن هشام سيد ده حارس مرمى مصر في التسعينات وكان حارس مرمى انا كنت فعلا بتشرف بيه جدا جدا وكنت نفسي ابقى زيه. والنهارده احمد هشام السيد احسن لاعب في العالم اللي عمه علاء السيد اللي كان فنان زيه. احمد هشام ولا علاء السيد؟ لا احمد هشام طبعا احمد هشام طبعا راح في حته ثانيه خالص طبعا راح في حته ثانيه خالص ما شاء الله. النسخه الجديده النسخه الجديده ما شاء الله دي النسخه الحديثه بتاع علاء السيد النسخه الحديثه يعني يمكن في ناس تقول لي التكنيك الشوت قريب قوي من بعض قوي يا كابتن التكنيك الشوت قريب قوي من بعض بس يعني احنا على ايامنا ما كانش حد بيوصل الكره للوينج الناحيه دي ويدخل الوينج الناحيه دي الاسيست اللي ما شاء الله 19 سنه ما شاء الله ويعمل عمل معدي 33 اسيست في انا مش بتكلم هو جاب 48 هدف لكن 33 اسيست ده ما شاء الله بصراحه شديده. وانت بتعامل معاه داخل المنتخبات المصريه على فكره احمد هشام ما بيكلمنيش خالص وبيحاول يبعد عني يبعد تهمه ان انا عمه خالص لانه معتبرها تهمه بالنسبه له وانا احترم فيه جدا الكلام ده لان طبعا هو بدراعه في المنتخب مش بعمه عمه موجود صراحه هو اثبت قدام العالم انا بس ده احنا راهنين على بعض اللاعبين ومنهم احمد هشام ان هو يبقى المستوى ده وعارفين ان هو هيوصل لمستوى اعلى من كده ان شاء الله رب العالمين هو وبقيه زمايله. اخر سؤال لكابتن علاء السيد قبل ما نقفل الحلقه. مصر على منصه تتويج 2020 كاس العالم في مصر تحلم ولا تتمنى ولا ان شاء الله هيحصل؟ لو كملنا بالشغل ده وبالطموح ده ان شاء الله هنبقى على منصه تتويج ان شاء الله. كابتن علاء نورتنا وشرفتنا وكنا نفسنا تكون معانا اكتر من كده لكن فعلا كابتن علاء السيد جندي مجهول داخل الاتحاد المصري لكره اليد لازم نديله حقه لان فعلا تعب كتير وتهاجم كتير لكن النهارده بنبارك له وبنبارك الاتحاد المصري وبنبارك لاسره كره اليد المصريه. كابتن علاء السيد الف مبروك مره ثانيه وان شاء الله باذن الله في 2021 نكون كلنا فرحانين بكاس العالم في مصر ان شاء الله رب العالمين. وانا بقول ان الاجيال الموجوده دي اجيال رائعه مش لغايه 2021 بس يعني موجودين احنا ومش موجودين ان شاء الله 10 سنين سياده مصريه في كره اليد ان شاء الله رب العالمين باذن الله. وبكده نقدر نقول لكابتن علاء السيد برشور شكرا جزيلا وبنبارك تاني مره للشعب المصري وبنبارك لكل مصر بكاس العالم لكره اليد للناشئين في مقدونيا ان شاء الله دايما في افراح دايما في انتصارات. انتظرونا بعد الفاصل مع زميلي العزيز محمد الجندي.